ترون هناك عملية فرز أشجار الزيتون بعد حصدها بهذه الحصادة الآلية دون الحاجة إلى أيدي عاملة في عملية القطف. مزارع على امتداد النظر ما شاء الله تبارك الله في البسيطة. نرى الحصادة التي تحصد ثمار الزيتون من الحصادة مباشرة إلى المعصرة حتى يعطي جودة أعلى. أنا صعدت الآن على ظهر الحصاد زي ما تشوفون. هذه الحصادة التي تقوم بحصد أشجار الزيتون دون الحاجة إلى أيدي عاملة على امتداد النظر لتعطيكم زيت وثمار الزيتون المبارك طازجا ونقيا. هذه الماكينة طاقتها الإنتاجية تقريبا قرابة 50 طن في اليوم. ماشي. بالنسبة للزيتون الآن هو أفضل وقت لقطف الزيتون حيث أن حبوب الزيتون تكون بين الإحمرار والإخضرار، ما تكون مستوية زيادة ولا تكون خضرة زيادة بحيث أن تكون جودة الزيت جيدة. هذه الكمية اللي تنفرزها شوفون الأخضر، الأصل أن يتم أن يكون الأحمر الأحمر فيه نسبة زيت أكثر، لكن حرص من جوفال ترون الغالبية باللون الأخضر صحة التسمية حتى يضمنون لكم شيء بجودة طيبة ولا يكون فيه هناك ترسبات. بأكثر من 1,200,000 شجرة زيتون تعتبر جوفال أكبر مزرعة فردية لزراعة وإنتاج الزيتون بالمملكة العربية السعودية. شايفين الزيتون هنا كيف يدخل تحت؟ هنا لاحظوا يدخل الآن في مرحلة فرز الزيتون من خلال هذه العملية. العمال يقومون بتنقيته من بقايا الأغصان، يدخل إلى ماذا؟ إلى هنا تغسيله. شوف هنا عملية التغسيل، شايفين التغسيل. في حال تبقت بعض الأغصان تكون هنا في آلة أو جهاز يقوم بفلترة الأغصان إلى هنا، أما بذرات وحبوب الزيتون تنتقل إلى هذه المرحلة العجانة تقريبا ما بين 45 دقيقة إلى ساعة ونص. هنا مرحلة خروج الزيت زي ما نشوف.